بس انت متغير يا رحيم، فيك حاجة؟ أبدا. أحمد الديب جاب سيرة واحد النهاردة معرفش وصله إزاي. ده حوار كبير أوي يا دالي. تسمع عن واحد اسمه جون خباز؟ لا. واو، جزعتي رائعة. انت بتعمل ايه يا خواجة؟ ده أسري مش لللبس. أنا مش أي حدا، بعدين هيني يكون بالبقلة. سلام لي. شوفي. لا أبداً، بس حاسس بحركة غريبة في الجنينة. أنت هون عند جون خباز، ما تقلق. سلامتك. الله يسلمك. اللي عملته معنا يا رحيم ما بينوصف، وجميلك رح يضل فوق راسنا. بس تعرفني منيح رح تعرف انه جون خباز ما بينسى الجميل، رح يرد لك يا اضعاف مضاعفه. لا اقول لك يا خواجة، هي الناس دي كانت عايزه منك ايه بالظبط؟ هلا اذا انا سالتك منين جبت هالطوق الاسري جاوبني. قلبتني. شوف يا رحيم، أنا اللي غير لي حياتي وقلبها من فوق لتحت. إيه؟ عايز حاجة؟ أنا أول مرة أشوف رجل أعمال كده. فين شركاتك؟ فين الموظفين بتوعك؟ ده أنت حتى ما عندكش عربية. أنا أول مرة أشوف رجل أعمال بيمشي من غير بودي جارد. 230. نعم. يعني إيه؟ هذا الرقم تقريبا عدد دول العالم، وتقريبا عدد شركاتي. يعني ممكن هذا المكان اللي نحن قاعدين فيه يكون إلي وأنا ما بعرف. طب أنت محتاجني فين؟ رحيم، أنا حبيتك. الله يحفظك. أنت أنقذت حياتي، وأنا ما بحب أكون مديون لحدا. إذا ما وافقت تشتغل معي ما رح تخسر، بس أكيد كمان لا يمكن تعرف قديش رح تربح. وأنا عايز أكسب، بس هشتغل معك إيه؟ تسمع كلامي. جون خباز ومراته مش بيقعدوا في بلد أكتر من شهر، ليهم شقق وقصور في كل بلد. وقبل ما نسيب البلد دي تكون الشقق والقصور دي اتباعت وتجاب بدلها في بلاد تانية شقق وقصور وبيوت. في الأول فهمني إنه رجل أعمال سويسري من أصل عربي، وقال لي إنه مش هينكر إن جزء كبير من شغله غير شرعي وستار لعمليات تهريب في كل حاجة. ما كنتش فاهم حاجة، كنت عامل زي مساعد ليه وبودي جارد في نفس الوقت. الغريب بقى إن في المصاريف الرهيبة اللي بتتصرف قدامي دي مش شايف أي تجارة بتحصل. بيفتح شركات وبيقفلها في نفس الشهر، يزور بنوك ويفتح أرصدة ويقفلها قبل ما نخرج من باب البنك. طب فين البضاعة اللي بيتاجر فيها؟ مفيش. أول حاجة جت في دماغي إنه بيتاجر في السلاح، لكن اللي فهمته بعد كده إنه بيتاجر في الفلوس. شوف يا رحيم، أكتر تجارة بتربح بالعالم هي غسيل الأموال. حتى إذا بتخسر بيضل معك مصاري. بس هي الشغلة أهم شيء فيها إنك تكسب ثقة اللي حواليك، يكون عندك صداقات. أنا كل اللي بيشتغلوا معي، كل زبايني، كل عملائي، أصدقائي بيستأمنوني على أموالهم، وأنا بحول لهم المصاري اللي بدهم يغسلوها لمصاري شرعية وقانونية. شوف،
ما في بلد في العالم إلا فيها مسؤول فاسد، وأنت مهمتك تصادقه لأنه هو رح يخدمك وأنت رح تخدمه. أنا بحول المصاري من بنك لبنك وبشتري فيه شركات وببيعها، وأبداً ما بخسر، دائماً بربح. مشان هيك الكل بيرحب، لأنه الكل شركة والكل بيقبض من المصاري اللي بتتحول. إذا فرضنا إنه بدك تحول 100 مليون دولار، لازم تفهم إنه اللي رح يبقى منهم 50 مليون دولار بس، والخمسين التانية رح تتوزع على الكل. طب ولو الفلوس اتكشفت؟ شو يعني؟ ما خلص صارت شرعية وقانونية، ما حدا بيقدر ياخدهم منك إلا بإرادتك. هذا إذا انكشفوا أساسا، وهذا سر اللعبة. من أول لحظة تقابلنا وأنت عم تحاول تبعد عني، فين أعرف ليش؟ علشان أنت مرات جون، الراجل اللي مشغلني. بس أنا بحبك. طب وجون؟ كمان بحب. نيكول، مش هينفع. انت عارف شو عم ترفض؟ فرصة رجال اهم منك بكتير بيتمنوا ربعة. للأسف انا مش منهم. انا مش هسافر معك تاني، عايز افضل هنا في مصر الا لو احتجتني. انا عمري ما احتاجتك يا رحيم، قلت لك هذا الحكي اكثر من مره. كل ما في الامر اني حبيتك. انا محتاج استقر في مصر، اهلي محتاجيني. براحتك. هلا صار فيك تحول مصاريك اللي عملتهم برا لهون؟ فضلي يرجع لك، مش انت اللي علمتني؟ انت يا رحيم تعلمت مني اشياء كثيره، وهذا التعليم له ثمن. بدي اياك تكون جاهز لرد الثمن بس اطلبه منك. وانا تحت امرك. رحيم، انت ليه رفضت نيكول؟ شو اللي منعك تتجاوب معه يعني؟ علشان هي مراتك. احيي شهامتك ورجولتك، انت رجل فعلا. بس بدي انصحك نصيحة، بعيدا عن قصة نيكول، نصيحة بشكل عام، بس تجي الفرصة لعندك لا تفرط فيها. طب انت ليه ما حكيتليش حكاية سفرك دي قبل كده؟ انت ما كنتيش تعرفي الجزء ده من حياتي. كنتش شايفاني رجل أعمال وبس. بس احنا كنا حنتجوز، وانت كنت حتتجوزني وانا مش عارفه عنك كل ده. ما انا كنت اكيد هقولك في يوم من الايام، يعني زي دلوقتي لما جت مناسبه قلتلك. ايه التمن اللي طلبوا منك الراجل ده؟ ما هو راجل زي ده اكيد ما سبكش في حالك. كان هو السبب في القبض عليا. هو اللي بلغ عنك؟ جون خباز كان بيغسل فلوس لناس في مصر طول السنين اللي فاتت. لما قامت الثورة الكل اترعب، كله كان عايز يهرب فلوسه بره مصر، وهو ما كانش يقدر يعمل ده لوحده. علشان كده طلب منهم يدوروا عليا علشان اساعده من هنا. يعني هو اللي كان بيحاول الفلوس ساعتها؟
هو اللي انتي قلتيه ده شكله ساذج شوية، لأنها ما كانتش فلوس واحد بس، كانت فلوس ناس كتير، كان من ضمنهم مسؤولين كبار في البلد، كل واحد غسل وحاول فلوسه بطريقته. جون بقى كان واحد من المعلمين الكبار في حكاية الغسيل دي، هما اتعاملوا معاه وأنا كنت بشتغل معاه من هنا. وانت وافقت؟ بيزنس لو متعيش وجايلي لحد عندي أو لأ. وبعدين أنا كنت شايف إن أنا بخدم البلد. بتخدم البلد؟ بتخدم البلد إزاي؟ أنت بتهرب الفلوس؟ داليا الكلام ده كان من 8 سنين، يعني أكيد احنا دلوقتي شايفينه بشكل تاني. انا كنت بتعامل مع اكبر ناس في البلد، والناس دي طلبت مني خدمة ليهم، كنت عايزين اقول لا. دول كانوا هم البلد يا دالي، هم البلد، فهماني؟ طيب انت ليه ما فكرتش ان جون خباز ده